ندوة رمضانية في إطار سلسلة الخرجات اللي دائبة الحركة الشعبية على تنظيمها من خلال الشهر الفضيل. وطبعا كانت اليوم تم الإرساء على واحد الموضوع اللي جد مهم وهو السياسة الخارجية للمغرب نحو إرساء شراكات بناءة وجديدة. هذا طبعا جاء في سياق خاص لأن اليوم السياسة الخارجية للمغرب تجد ربما التوجه العام ديالها في في في, في الوثيقة الدستورية في ديباج الدستور اللي كينص على ضرورة إرساء وتقوية الاتحاد المغاربي، أيضا تقوية العمق الإفريقي على مستوى التعاون جنوب جنوب، وأيضا حتى تنويع الشراكة ديالنا مع 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 دول أخرى كما قلت كما جاء في الوثيقة الدستورية. طبعا هذا الشيء كله مهم، ولكن اليوم يتبين بأن هذه الشراكات وهذه يعني هذا التعاون ما يمكنش يخرج على واحد المنطق ديال الندية ديال الاحترام المتبادل ديال التكامل وعدم حشر الأنوف يعني في مسائل داخلية، لأن المغرب طبعا بفعل تنويع الشراكات ديالو أصبح ربما مزعجا لبعض بعض 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 الأطراف، فكان ربما كيشوفوا أنه لابد من يعني الالتفاف وإخراج بعض الأوراق ربما لإضعاف هذا التواجد ديال المغرب، ولكن المغرب سائر في طريق، المغرب كي يعرف من أين أتى وإلى أين يسير، والحمد لله كاين هناك هي دولة ذات سيادة وهناك إجماع وطني على 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 قضايا مصيرية كتهم التعاون وكتهم التشاور وكتهم أيضا التكامل. فمرة أخرى ما ليش أكد عليها بشكل كافي وكنظنش كنختلفوا بيناتنا على هادشي، الندية والاحترام المتبادل هو شرط أساسي طبعا لتفعيل وتنويع وتقوية هذه الشراكات. بالنسبة لهذا اللقاء اللي منظمه حزب الحركة الشعبية أكاديمية الحسن اليوسي واللي تيشتغل على العلاقات الخارجية والعمل الدبلوماسي للمملكة المغربية من منظور حزب الحركة الشعبية ومن منظور المؤسسات الداخلية. علاش قلت المؤسسات الداخلية؟ لأن الحمد لله بلدنا يعني بالإشراف المباشر وتحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الله ينصره تيدار لنا واحد العدد كبير ديال الإنجازات تحققت، والمكانة ديال المغرب على المستوى الدولي مكانة مهمة بزاف، مهمة بمؤشرات كذلك الدور اللي كيلعبوا اليوم المغرب على المستوى الإقليمي، أدوار الأمنية، الأدوار السياسية، الأدوار الاقتصادية، وكذلك عدد كبير من الأدوار الدبلوماسية، من حيث أن المغرب كيلعب دور توفيق وجهات النظر والمواقف اللي كيأخذها في الأزمات الدولية اللي كيعيشها العالم اليوم. المغرب جد موفق في المنحة ديالو، وصحيح أنه بالنطق الدستوري الدبلوماسية هي مجال محفوظ لصاحب الجلالة، لكن كيبقى أن جلالة الملك يؤكد دائما في الخطابات ديالو على الدبلوماسية الموازية، وبالتالي ما دامت الجبهة الخارجية هي جبهة محصنة، جبهة كتشتغل بفعالية، كيخص كذلك الجبهة الداخلية تكون موحدة وكتشتغل بمنظور قاعدي، أي أنها كتأسس العمل المستمر، ما يكونش الدور ديالها منحصر فرد الفعل. فاليوم النقاش هذه حلقة من حلقات النقاش اللي كيخصها تشوف هذا المجال الدبلوماسي على المستوى المتوسط والمستوى البعيد الطويل المدى باش تواكب وتكون كذلك مبدعة وكذلك تحقق حتى هي مكتسبات من خلال القنوات والآليات اللي عند الأحزاب السياسية. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.